وعن بيان الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ردا على تصريحات المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، والذي تضمن إساءات لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام الدكتور محمد الصغير. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا ومرحبا، حياكم الله. دكتور محمد، يعني طالبتم في الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من خلال مؤتمركم الصحفي اليوم، طالبتم الحكومة الهندية بالاعتذار عن الإساءات. هل يعني سيكون الاعتذار كافيا أمام هذا التعدي الحكومي على مقدسات المسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لم تكن المطالبة اليوم من الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ومع أكثر من 70 هيئة علمائية، لم يقتصر الأمر على طلب الاعتذار الرسمي الواضح من الهند، إنما كان في مطالبات مجمع العلماء اليوم أن ترفع الهند يدها عن التضييق عن المسلمين في شعائرهم وفي عباداتهم وأحوالهم الخاصة، كذلك أن يجرم الإساءة إلى الرموز والأنبياء والمقدسات الدينية، وأن يقدم لأخذ الجزاء الرادع كل من يقترف هذه الجرائم التي تمس عقائد المسلمين. هذا مما طلب اليوم في اجتماع العلماء. نعم، كيف ترى استدعاء اندونيسيا وماليزيا لسفيري الهند لديهما احتجاجا على إساءات الحزب الحاكم؟ حقيقة موقف ماليزيا واندونيسيا هو أكثر المواقف تقدما، يعني كثير من الدول إما استدعت السفير للشجب أو للتنديد، ولكن هذا الموقف موقف متقدم، ونأمل من بعض الدول أن تكمل مواقفها، لا سيما دولة قطر التي كانت الدولة الأولى التي تحركت دبلوماسيا، وكذلك باكستان. ماذا بعد التحرك الدبلوماسي برأيك؟ هل سيكفي التحرك الدبلوماسي لثني الهند عن هذا الموقف؟ حقيقة لو تتابعت هذه المواقف واستمرت، الدول العربية والإسلامية لا سيما في القلب منها الدول الخليجية تملك أوراق ضغط كثيرة على دولة الهند. لو استخدموا بعض هذه الأوراق، لا سيما السلاح الاقتصادي، سيكون له أبلغ الأثر. وقد رأينا تحرك وإدانة من منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي أكبر هيئة ينتسب إليها جموع المسلمين والدول المسلمة، وقد طالبناها في البيان بعقد مؤتمر عالمي دولي لتجريم الإساءة إلى المقدسات أو التعرض للأنبياء أو ازدراء الكتب السماوية المنزلة. نحن لا نطالب فقط لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو الأكثر أو الأوحد من بين الأنبياء الذي يتعرض كل فترة وأخرى لسهام هؤلاء المتعصبين والمتغطرسين. يعني لماذا لا تتم المطالبة بصريح العبارة للدول التي ذكرتها وغيرها من الدول بالضغط على الهند اقتصاديا، لربما يعني استخدام العمالة الهندية، استخدام هذه الورقة للضغط لربما يبدو مجديا بالكف عن استخدامهم؟ يعني برأيك هل ستقدم هذه الدول فعلا على مثل هذه الخطوة؟ أنا اليوم كنت أقارن بين مقاطعتنا للمنتجات الفرنسية وردة الفعل على الجريمة الهندية. قلنا نحن في حالة فرنسا لجأنا إلى المقاطعة الاقتصادية لأننا لا نملك إلا هذا السلاح الحضاري الاقتصادي الفعال. أما فيما يخص الهند فنحن نملك أوراق ضغط كثيرة غير المقاطعة الشعبية وغير موضوع العمالة. يوجد، لو قطعنا أقول منتج واحد فقط، يعني التجار في الدول العربية لو قاطعوا البهارات الهندية فقط أو أنواع من الأرز الهندي فقط لأثر ذلك على الاقتصاد الهندي. وإن لم تأخذ الحكومات هذه الخطوات الاقتصادية، فأنا أطالب وما زلت أطالب، لو أن 10 تجار من قطر
وعشرة تجار من الكويت وعشرة تجار من سلطنة عمان، هؤلاء فقط لو أعلنوا مقاطعة للهند لتغير الأمر رأسا على عقب. على المسار الثاني، رأينا الجمعيات التعاونية في الكويت أخذت هذه الخطوة. لو طبقت نفس الخطوة على مجمعات الميرة في قطر، هذا من وجهة نظري ومن معايشة على الواقع كافي جدا لردع الهند. هل التوازنات السياسية تقف حائلا دون تدخلات الرسمية ضد الانتهاكات التي تقع على المسلمين ومقام نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم برأيك؟ العالم الآن في تحالفات جديدة ومتغيرة، والتوازنات شبه مختلة، وكل واحد ينظر إلى مواقع أقدامه. لكن الغريب والعجيب أننا رأينا الإعلام الهندي ووسائل التواصل بتصاعد تجاه المسلمين وتطالب هي بمقاطعة الخطوط الجوية القطرية، وسمعت بعض المسؤولين الهنود والأكاديميين يقولون طلب الاعتذار هذا أمر غير مبرر. الأمة الإسلامية ما زالت تملك الكثير، ونحن طلبنا أن تخرج جموع المسلمين للاحتجاج الرسمي أمام السفارات الهندية في كل العالم، وأن تكون الجمعة القادمة هي جمعة الغضب والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون كل الخطب في هذا الأمر، ثم بعد الجمعة تكون مسيرات في العالم الإسلامي أجمع. كيف يعني تتوقعون أن تتلقف الجماهير المسلمة يعني نداءاتكم، خاصة كما ذكرنا يعني بخروج يوم الجمعة؟ حقيقة نحن نقدر جهود الجماهير المسلمة، لا سيما الشباب على وسائل التواصل الذين جعلوا وسم هاشتاج إلا رسول الله يا مودي متصدرا على مدار 3 أيام، بل وتخطى التغريد عليه أكثر من 1,000,000 تغريدة. ولما تم محاربة هذا الوسم من بعض الدول التي فيها مراكز لتويتر، أيضا غرد المغردون على هاشتاج غضبة المليار لرسول الله، وهو أيضا من أمس متصدرا لقائمة الترند في كثير من الدول العربية. نريد أن ننقل هذه الغضبة من الفضاء الإلكتروني إلى الشارع، إلى أمام المساجد، إلى أمام القنصليات، وغدا بإذن الله ستكون أول وقفة أمام القنصلية الهندية في إسطنبول في تركيا. نعم، أيضا يعني كيف تقرأ الصمت المطبق حقيقة للجمعيات التي تدعي نشر السلام وحماية حقوق الإنسان وحماية الحريات، كيف تقرأ صمتها على هذه الانتهاكات الهندية، سواء بالنسبة للتصريحات المسيئة أو حتى الانتهاكات الواقعة على مسلمي الهند؟ حقيقة يوجد مثل عربي قديم يقول: أما حمزة فلا بواكي له. فلا يوجد من يتعاطف مع قضايا الإسلام أو مع نبي الإسلام أو لما يكون المضطهد من المسلمين. وأنا أضرب مثالا قريبا، لو كانت الصحفية الفدائية شيرين أبو عقلة قتلت في أوكرانيا، أو زميلتها غفران وراسنا قتلت في روسيا، لرأينا مظاهرات علمانية ونسوية ومنظمات حقوق الطفل والمرأة والشباب، وربما اجتمعت الأمم المتحدة والناتو. لكن بما أن الصحفية الفلسطينية والأخرى أسيرة محررة، فلم نسمع لأي هيئة من هيئات النسوية أو منظمات المرأة حديثا واضحا أو إدانة واضحة لمقتل صحفيتين في غضون 20 يوم فقط. نعم، أيضا يعني تعزيز أو هذا الخطاب كيف يعزز من الإسلاموفوبيا في الغرب؟ هل هناك مخاطر حقيقية من هذه الناحية؟ الإسلاموفوبيا بدأ يتنامى، والرهاب الإسلامي أو التخويف من الإسلام مع صعود اليمين المتطرف في أوروبا وفي القلب منه فرنسا، وبدأت بعض الدول تدخل على نفس الخط مثل السويد ومثل الدنمارك، والآن الهند تدخل بعنصرية فجة في التخويف من الإسلام بل واضطهاد المسلمين. والغريب أن الإعلام يقول
اضطهاد الأقلية المسلمة في الهند. الإنسان لما يسمع كلمة الأقلية يتوقع أنهم بضع مئات أو عشرات شكرا الآلاف، هؤلاء شكرا جزيلا لك. عذرا قرابة 90% من سكان الهند. عذرا للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، إذا كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام الدكتور محمد الصغير، شكرا جزيلا لك.